مرحبا بكم في غرفة صناعة التقنية اللي جهة رغبة صلاح طنافرة. مرحبا بالمناظر الإعلامية اللي اليوم كتواجد معنا في المقر ديالنا اللي تسلط الضوء على واحد العدد ديال المسائل اللي كدير الغرفة، ومن بينها الحدث الجديد اللي كنعتبرو حنا حدث تاريخي بالنسبة للغرفة، اللي هو المشاركة ديالنا في معرض نيجيريا في عاصمة أبوجا، في العاصمة أبوجا. قبل ما نبداو لابد من نوجه الشكر لصاحب الجلالة نصره الله، اللي من خلال السياسة ديالو الحكيمة اللي ردنا الاتحاد الإفريقي، وهذا كيعطي واحد القوة جديدة لبلادنا إن شاء الله على مستوى إفريقيا. كذلك صاحب الجلالة عبدنا واحد العدد ديال الطرق في واحد العدد ديال الدول الإفريقية، وهذا اللي جعلنا أننا اليوم نشجعوا أننا نستمروا فيها ثقافيا واقتصاديا. ثقافيا هذا هو الدور ديالنا كغرفة، وارتأينا أننا في كبداية نبدأ بعاصمة أبوجا اللي هي عاصمة ديال إفريقيا ديال نيجيريا، الدولة الشقيقة اللي كنعتبروها دائما شقيقة نظرا لواحد عدد الثقافات اللي كتجمعنا بيننا وبينهم، ونظرا للأهمية ديالها في الدول الإفريقية اللي أنا تعتبرها هي من أقوى الدول الإفريقية، نظرا لحجم التسكين اللي عندها اللي كيفوت 200 مليون نسمة، نظرا للثروات الهائلة اللي عندها ديال الغاز وديال البترول، وكذلك الثروات اللي تنسموها حنا اللامادية اللي هي الإنسان، وهذا شيء ضروري في التقدم ديال واحد ديال الشعوب. إذا كيف جا هذا التفكير أننا نحاولوا نديروا معرض في نيجيريا؟ نيجيريا المعرض جا في واحد السياق جد خاص، لأنه في الدورة 14 ديال مهرجان العروس اللي كيبدا في محج الرياض كان عندنا ضيف شرف هو الدولة النيجيرية، وبالتالي حضر معنا سفير ديال نيجيريا في المغرب، حضر معنا في الافتتاح وفي الاختتام، وكان الطلب ديالو الملح اللي كيلح عليه هو أننا نضمو نفس التظاهرة في أبوجا اللي هي عاصمة ديال دولة نيجيريا. فكرنا واجتمعنا مع سميتو الأعضاء ديال الغرفة وعلنا عليها في الجمعية العامة، وكان القبول بالإجماع على أننا غنديرو معرض في أبوجا، وبدينا التحضيرات. كان شوية صعيب هاد الشيء لأنه كما كتعرفو باش اليوم أول مرة في التاريخ ديال الغرف عطنو الغرفة تنظم معرض خارج المغرب، كان خاص واحد العدد ديال التشاورات مع واحد العدد ديال المؤسسات اللي منها خارجية، اللي منها المؤسسة الملكية، اللي منها واحد العدد ديال المؤسسات اللي تشاورنا معاهم باش نحاولوا نمشيو نديروا هذا المعرض هذا في أبوجا. الحمد لله درنا المعرض ديالنا، والحمد لله دازت الأمور بخير وعلى خير. كان في 24 29 شهر 10 شاركت فيه 80 صانع وصانعة، حتى 85 منهم 10 صناع نيجيريين، و 75 صانع مغربي، صانع وصانعة مغربي. الحمد لله دازت الأمور بخير وعلى خير، دارت واحد العلاقات كبيرة تما بين الصناع، حضر لي واحد العدد ديال الشخصيات اللي مهمة في نيجيريا، منها أمراء، منها حكام، منها سفراء ديال بعض الدول، منها سميتو المراقب العام ديال الصناعة التقليدية في نيجيريا تا هو حضر معنا. حضر معنا كذلك وشرفنا تا هو بحضور السفير ديال فلسطين في دولة نيجيريا. واحد العدد ديال اللي زادو شجعونا اننا وعطاونا واحد الانطباع اننا نجحنا في المهمة ديالنا. كذلك قبل ما نختم الفيديو ديالي راه دار واحد دار النشيد الوطني في البداية ديال الافتتاح، درنا التلاوة ديال البرقية ديال الوالي صاحب الجلالة نصره الله في المغرب، وكنترحب بهادشي كله منا من طرف النيجيريين ولا من طرف الضيوف ديال المغرب، وكانت الأمور الحمد لله دازت بخير وعلى خير، وكنتمنى إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الحرفيين ولا المواطنين بهذا الموضوع. هو حقيقة أن هاد المعارض بحال هادي كتنهك الميزانية ديال الغرفة، علما على أن الميزانية ديال الغرفة راه ميزانية ضعيفة جدا، ماشي شي ميزانية، ولكن كاين واحد العدد ديال الشركاء ديالنا اللي منهم الوزارة الوصية، كاين دار الصانع، والجهة فطور حنا دابا معاهم في الدراسة أنه إن شاء الله إلا كاين شي نسخة ثانية غادي يعاونونا فيها، وهذا هو كيفاش كنجمعوا التمويل ديال بحال هاد المعارض.
علما على ان الصانع التقليدي راه ما تيخلص حتى حاجه، كلشي عنده شارج ديال الغرفه، لان راك عرفتوا الحاله ديال الصناع في الجزيره. تنحاولوا باش حنا نديروا التمثيليه ديالنا في بعض الدول اللي بحال نيجيريا، تنحاولوا نديروا على الصناع وحنا نتحملوا التكاليف ديالهم باش ننجحوا التظاهره وباش يكون عندنا التواجد تما يكون قوي. هذا هو سميتو. وكنتمنوا ان الجهه مجلس الجهه حتى هو يدير معنا يدي، كذلك وزاره الثقافه وزاره السياحه كذلك، لان كلهم تيهموا بالامر في هذه العمليه ديال المعارض خارج المنطقه. شاركنا بالقفطان، شاركنا بالزربيه الزموريه، الزربيه الرباطيه، شاركنا بالنحاسيات، دينا شي ناس من فاس، دينا شي ناس من صويرة، دينا من الصحراء حتى هما شاركوا معنا. كاين العرعر تاعو في هذاك العرعر، منتجات الجلديه، كاين شخر، هادو هما ابرز المنتجات. كاين واحد الاقبال، كاين الاقبال الكبير بزاف، وكاين حيت كاين واحد صنقول لك واحد التقارب في الباز ديالنا معاهم، ماشي تقارب، ما عرفتش، ما كتحسش بالفرق الا في بعض الزواقات وفي بعض الطريقه ديال سميتو، هما بحالنا بحالهم زعما، ولكن عجبهم اللي عجبهم بزاف هو القفطان والسرج. دينا صحاب السرج لانهم معروفين هما بالخير، دينا مونسترج عجبهم السروجه بزاف، عجبتهم الزربيه الزموريه بزاف، شراوها بزاف، واحد العدد ديال لي برودوي. دابا من خلال هذا المعرض تبين لينا شكون هما العارضين ان شاء الله اللي غادي يمشوا معنا المرجيه، باش ما نبقاوش نضيعوا الوقت، يمشوا معنا الناس سيبلي اللي غادي يبيعوا اللي غادي يحضروا بقوه تما نيجيريا. غير باش تمشي دير معرض بعدا في ابوجا، هذه في حد ذاتها تحدي كبير ورهان كبير. من نجحنا فيه راه صافي، شهادة الجامع هذا مكسب للغرفة ولا للبلاد ديالنا، أننا نبنوا معرض في واحد الدولة اللي حنا شتو الخطاب ديال صاحب الجلالة ديال المسيح. علاش هذا؟ جوج حوايج، الصحراء ونيجيريا. بحال الحمد لله حنا بحال كان عندنا شوية السوق في هذه القضية هذه، واخا المهم حنا في هذاك الاتجاه ديال الصناعة التقليدية كنا حاضرين. وانا فرحت من سمعت الخطاب ديال صاحب الجلاله وهضر على نيجيريا، فرحت لاننا حتى حنا ساهمنا مع صاحب الجلاله في هذا النشاط الكبير الافريقي، فرحنا. وهذا غير 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 لفيت اننا نمشيو، حيت نيجيريا ماشي دوله سهله، ماشي هي السنغال، ماشي هي سي دوله جديده بالنسبه لهم، دوله كيهضروا بالانجلي، تيهضروا بالانجليزيه، ما يهضروش فرنساويه، سي ان بي اونغلو ساكسون، تيهضروا بالانجلي، وهذا شويه تيزيد عقد الامر. ولكن الحمد لله شنقول لك، ما عرفتش اش نقول لك، داك المشي اللي مشى صاحب الجلاله والله فتحت واحد العدد ديال زعما، فتحت الطريق وسهلت علينا حنا المأمورية تما، ما لقيناش ديك الصعوبة اللي كانوا كيعاودوا لنا عليها، لقينا راسنا بحالنا في بلادنا ترونكيل، ما كاينش شي انسيدون اللي زعما كانوا تي شوف هذي تيبقاو فهمتي راه دي سبيكيلاسيون نهضرو وصافي، لقينا كلشي بخير، الناس باغينا، باغيين المغاربة، كاين حتى مشكل، والحمد لله هادشي غيعاونا باش نديرو النسخة الثانية وغيكونوا معنا إن شاء الله المؤسسات الاخرى في التمويل ديال المشروع ديالنا. بو داكشي اللي كتبان لي سي كلاسيك ولا كلاسيكيه، ما عندها ما كتجيبناش شي حاجه سياسيه مهمه، قلت لي غتجيب لنا ديال افريقيا كتجيب لنا مكاسب سياسيه اكثر من اللي هي اقتصاديه. ولكن انا من هنا من هذه المنابر هذه كنتمنى ان الغرف حتى هما كيصادق لهذه العمليه ديال التظاهرات خارج المغرب، وخصوصا افريقيا، وخصوصا الدول اللي سبق صاحب الجلاله زارها، لان كتلقى فيها واحد السهوله، واحد الفلويديتي زعما عجيبه باش تنظم داكشي اللي بغيت تنظمو في ديك الدول. القضيه ديال مؤسسه هذا الموضوع هذا، حنا راه بصدد دابا راه حنا كنوجدوا لواحد المعرض ديال لوكافتون في كينيا في نيروبي ان شاء الله في جونفي. حنا دابا راه مع عيط لنا السفير ديال كينيا في المغرب، درسنا بهذا الموضوع انه بغاو يديروا واحد بحال لوكافتون ديال بان، وبغاو يديروا خوف في نيرو، وحنا دابا راه معاه في ليزيتيود وفي سميتو، باش ان شاء الله في جونفي غادي نديروا ان شاء الله. هذا هو الهدف من هذا الموضوع هذا، راه باش يكون راه خصو يكون سنه، لان الا درتها غير مره واحده ما عندهاش واحد، ما غاديش يكون عندها داك، ما يكونش عندها داك داكشي اللي تنتسناو منها. حنا دابا راه تنوجدوا لا دوزيام ايديسيون ان شاء الله في نص الشهر، راه بدينا كنوجدوا ليها ان شاء الله باش نديروا دوزيام ايديسيون. طلبنا من وزاره السياحه ان شاء الله باش تشارك معنا في هذا التظاهر ان شاء الله، باش تكون فيها الصناعه التقليديه ويكون فيها حتى السياحه، باش يكون ايفينمون كامل مكمول في نفس العاصمه ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله كي قلنا الجهه بعدا تنخرط معنا في هذا الموضوع هذا، وزاره الثقافه كذلك نتمنى تنخرط معنا،
وتنتمنى واحد عدد المؤسسات يزيدوا الخاطر باش يعاونوا الغرحت. حنا راه الميزانيه ديالنا راه زعما جوج ضروري من المؤسسات اخرى. اولا بعدا خصني نقول لكم واحد القضيه، هذا التراث ديالنا لا خوف عليه، لان عندنا واحد الخليه في وزاره الصناعه التقليديه اللي خدامه ليل ونهار على الحفاظ على الموروث الثقافي. فمثلا نعطيك مثلا داك الزليج، داك الكتمه اللي صاوبوا داكشي فراسكم واش وقعوا على الاخبار الاخر، مشات الوزاره ديالنا جبدوا اي حاجه عندها علاقه بداك الزليج وثبتوا على ان داك الزليج راه ديال المغرب، وعيطوا على اديداس وعيطوا على المحامين ديالنا وديالهم وجلسوا الطبله ملي جبدوا لهم هذاك المستندات اللي عندنا سور بلاس ايزون روتيرو سور بلاس حيدوا داكشي ديالهم. وهذا اليوم اللي في واحد الاجتماع اليوم كان عندنا الصباح في الوزاره اكدنا على ان خصنا نزيدوا نرونفورسي ونزيدوا نرونفورسيو هذا الموضوع ديال الحفاظ على الموروث، لا من ناحيه لومبيك اولا اي حاجه عندنا خصها تمشي تحط داك الحمايه الفكريه ضروري. راه عندنا معاهم واحد اتفاقيه شراكه باش نبقاو نحطوا دائما، ماشي غير تحط كلشي، مي كتحط الحاجه اللي عندها علاقه بالمغرب، الزواقه راه كاين شي حوايج معروفين عند المغرب، كاين شي زواقات ديال المغرب. وكنظن هادشي اللي دارت الجزائر انا كنديرو في ديك الخانه ديال البلاد الفكريه، والله تتجي الزواقه ديال الدوله وديرها انت في الكتمه ديال ما سي هوب فوت داكشي بحال داكشي ديال الدراري الصغار. ولكن الحمد لله بالفطنه ديال الوزاره ديالنا حاولنا نتغلبوا على هذا الموضوع، راه حيدات اديداس ايزو غوتيغي وطلبوا اعتذار، طلبوا اعتذار للدوله المغربيه. هذه القضيه ديال بدا اولا المشاركه الصناع كانوا كاع تقريبا جميع الحرف مشوا معنا، وقضيه ديال هذه القضيه ديال المعرض ديال الصور اقترحت علينا باش يمشوا معنا مصورين بروفيسيونيل، دوك كيديروا اللي كيصوروا نواري بلون، المهم بروفيسيون ما عرفتش انا كيفاش كتسميهم، وراه المره الجايه غنديهم بالحق. حنا شرطنا عليهم حاجه، يصوروا لنا التوسكي عنده علاقه بالصناعه التقليديه، كل التوسكي عنده علاقه بلا بشي حاجه ماروكان، فهمتي كيف؟ باش نديروا لهم انستون تا هما عاد يمشوا معنا بانستون ويشاركوا معنا، ما عندناش المشكل، نقدروا نديروا معنا جوج ولا ثلاثه ما عندناش المشكل، حيت هما داخلين معنا المصور داخلين معنا في الخدمه تاعهم. الخدمه تاعهم القضيه باش نتفاهموا عليها. كاع المؤسسات اللي كيخرجوا برا بالصناعه التقليديه تيشاركوا في معارض، وهذا هو الفرق ما بيننا وبينهم. حنا راه منظمنا ماشي شاركنا، حنا مشينا ابوجا كننظموا معارض، حنا الغرفه هما مالي العرس، حنا اللي نظمنا وحنا اللي كنعرضوا على الاخرين. كيمشيو كيشاركوا في معارض، كيشاركوا في معارض وتنقول لك هذا الشيء انا كيجيني كنقول كنتمنى انا نبدل شويه الوجهه ديالنا كما قلت لك، خصنا نبدل الوجهه ديالنا للجنوب. الملك ديالنا دائما تيقول لكم دي جنوب جنوب، حاولوا حيت ما قالهاش غير هكاك، ما يكونش ملك البلاد ديال المندوب يقول لك اسيدي خصنا نمشيو نستثمروا جنوب جنوب، خصنا نمشيو جنوب جنوب، حيت ولا كلاسيك هادشي ديال اوروبا، اوروبا صافي سي ساتوري، ما اون بو ريان ديفلوبي في اوروبا. بعكس الا مشينا لافريقيا انا شفت بان طلبوا منا لا فورماسيون في الخياطه، هما تيطلبوها منا، عطونا اللي درنا، طلبوا منا لا فورماسيون في الجلد في الديباغ، طلبوا منا لا فورماسيون في الخياطه ديال الجلد. شوف شحال الحوايج يطلبوا منا ما طلبوهاش منك اوروبا، اوروبا ما بالعكس اوروبا هو تيبغي يدير عليك المعلم، دابا هادو كيطلبوا منا حنا نكونوا المعلم، علاش غنمشي انا على هادو ما نمشيش عند اخرين؟ هذا من جهه، من جهه اخرى قضيه الدورات، حنا عندنا ديما دورات تقليديه كل عام كنديروا، بعدا اولا عندنا واحد الدوره تقليديه كنديروها كل عام ديال لافاغوغ ديال المراه القرويه، كنعلموها كيفاش تسير المؤسسه ديالها، كيفاش تكون شركه وكيفاش دير تعاونيه، كيفاش تبيع المنتوج ديالها، كيفاش دير كيفاش ديزاين باش تبيع. المهم كاع دوك الحوايج اللي عندهم علاقه بالتصوير وعندهم علاقه بالانتاج كل عام كنديروا هذيك الدورات كلها. وعندنا عاوتاني عندنا واحد التكوين المستمر، التكوين المستمر هذا كنديروا مع التكوين المهني تيعاوننا فيه، وعندنا واحد الدبلوم كنعطيو ديال التصديق على التجربه المهنيه المكتسبه كنديروا كل عام، كنعطيو الدبلوم اللي ما قاريش صناعي ما عمرو مشى للدراسه ولكن صنايعي كيدوز عندنا واحد الامتحان مع التكوين المهني ومع الوزاره ديالنا، وكنعطيو واحد الدبلوم اكاديمي ثاني فيه وزير التكوين المهني ووزير الصناعه التقليديه ورئيس ديال غرفه الصناعه التقليديه، وبالتالي كيكون واحد عنده واحد الدبلوم صحيح يمكن يدير به دروس في ليستيا ولا يدير به دروس في لو بي تي تي ولا، المهم عنده واحد الدبلوم اللي يمكنو يكون فاكاتير واحد 70 درهم في الساعه يقرر بها ما عنده حتى مشكل، بحالو بحال اللي عنده ديبلوم اكاديمي في جهه اخرى. هادو من الحوايج اللي كدير الغرفه.
هادو اللي وقعنا معهم اتفاقيه صافي هما اللي داروا معنا هما اللي سهلوا لنا باش صدرنا المعرض في ابوجا. هي ولايه سوكوتو هي درنا معها الاتفاقيه الشراكه. كانت اتفاقيه الشراكه في الاول على ود كانوا بغاو يعرفوا المستجد ديالنا في الديبا حيت هما عندهم هما عندهم من اكبر الولايات في نيجيريا اللي كينتجوا الجلد ديال 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 البهائم. وعندهم طريقه باش يتعاملوا مع الجلد داكشي اركي فهمتي شنقول لك بدائي الى بغيتي تقول. وجاو شافوا جاو عندنا وديناهم ديال فاس سميتها عين نقل عجبهم الحال بزاف. ودابا راهم خدامين تيديروا دراسات حنا معاهم تنتعاونوا معاهم في سويت لهاد الاتفاقيه اللي قلت لكم كنتعاونوا معاهم وكنديروا معاهم لي زيتود باش يديروا واحد دار الدماغ بحال ديال عين النقبي داك المستوى. هادو من الحوايج اللي وكذلك هما اللي عاونونا باش نضمنوا المعرض في ابوجا حيت كون ما كانش ديك الاتفاقيه ما كانش يمكن لينا نضمنوا المعرض في ابوجا مستحيل. نعم وكذلك اسمح لي عاونونا في لي زوتوريزاسيون في الرخص وباش نتو اللي خصنا باش نكونوا باش نكونوا شعب ديالنا في ابوجا. المخرج ديال هذا النظام العرض هو خصنا نضمنوا معارض اخرى في دول اخرى. هذا هو المخرج لان بان لي بان لو شون الارض خصبه لهاد ماشي غير حنا خاص نضمنوا المعارض خاص وزاره السياحه تكون حاضره حتى هي خاص وزاره الثقافه تكون حتى هي حاضره لان ملي تيمشي الملك لواحد البلاد راه تيحل لك الطريق خاصك تدخل دير اللعب الملتقى فيمشي المصنع التقليدي يمشي والسياحي يمشي كل رجال الاعمال حتى هما يدخلوا واش باش كيدار كيدار بالمؤسسات. اذا اليوم المؤسسات مطلوبين من هذا المناطق باش يحاولوا حتى هما يحاولوا يحطوا رجليهم في ذوك الدول راه كاين ما يدار وراه باقي ذوك الدول كي تنقولوا فياج باقا خصبه للاستثمار واحد العدد ديال المسائل. ولكن ربما هذا سيون هيكون ميزانيه ديال الغرفه. وهذاك الشيء اللي قلت انا في الاول خاص المؤسسات المانحه حتى هي تحاول دير يديها شويه في جيبها ويحاولوا يعاونوا الغرف باش يحاولوا يكملوا هذه المهمه هذو خارج المغرب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.